تعد فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد العامل الأهم ضمن جهود السيطرة على الوباء. فما هي أبرز تلك الاختبارات وما الذي نعرفه عنها وما أبرز الفروقات فيما بينها؟ أفضل طرق الكشف عن الإصابة وأكثرها دقة بحسب العملاء حتى الآن هو الاختبار الجيني أو المعروف باسم PCR. هو يقوم على التشخيص على جمع عينات من الأنف أو الحلق، يجري تطويرها من خلال عملية تسمى تفاعل البوليمرز المتسلسل أو PCR طبعا، وهي تستخدم للبحث عن أي أثار للفيروس. تستغرق هذه العملية في العادة من 4 إلى 6 ساعات. الطريقة الثانية للكشف عن COVID-19 أو فيروس كورونا المستجد هي اختبار الأجسام المضادة، وذلك عن طريق فحص الدم. لكن هذه الطريقة تكشف فقط إن كان الشخص قد أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا أم لا، إذ بينتج الجسم بروتينات الدم التي تدعى الأجسام المضادة أو المعروفة باسم الأنتيباديز بعد أيام أو أسابيع من محاربة المرض. بحسب العلماء تواجه هذه الطريقة بعض العقبات، أبرزها أن الفيروسات التاجية أصلاً السبعة المعروفة حاليا التي ينتمي لها فيروس كورونا المستجد طبعا COVID-19 تتشابه الأجسام المضادة الناجمة عنها أو التي ينتجها الجسم المناعي لمقاومتها في جسم الإنسان إلى حد كبير، لذا فإن عملية التمييز فيما بينها تشكل أصلا تحديا حقيقيا. أما الطريقة الثالثة فهي اختبار مولد الضد، بالإنجليزية تسمى أنتيجين. تتيح هذه الطريقة البحث عما يعرف بمولد الضد. ما هو مولد الضد؟ هو مادة بيفرزها الجسم عند دخول جرثومة أو جسم غريب أو بكتيريا إليها لمحاربتها واستثارة الاستجابة المناعية، طبعا شكل من أشكال محاربة أو مقاومة الجسم للفيروس. تعتبر هذه الطريقة هي سهلة وسريعة للكشف عن الإصابة، ولكن لا يوجد حتى اللحظة اختبارات موثقة قادرة على القيام بهذا الاختبار خاصة بفيروس كورونا المستجد. إذن حول هذه الاختبارات ومدى نجاعة هذه الاختبارات ومدى شيوعها أيضا ودقتها، معنا من نيويورك الخبير في الأمراض المعدية وسياسات الصحة العالمية دكتور كاميار ألاي. دكتور كاميار، أرحب بك معنا على سكاي نيوز عربية. طبعا أصبح الآن مع العمر الذي قضاه فيروس كورونا معنا، يعني منذ بداية الكشف عنه، هناك اختبارات عدة لمعرفة أو تشخيص فيروس كورونا، ما بين اختبار PCR واختبار الأنتيباديز واختبار الأنتيجين، أي هذه الاختبارات ترى أنها أكثر نجاعة ودقة وملائمة للمرحلة؟ سعيد لوجودي معكم، شكرا على الاستضافة. من المهم أولا أن نقارن هذه الفحوص معا وأن نعرف الفروق فيما بينها. كما تعلمون اختبار PCR وهو تفاعل بوليمرز المتسلسل هو شائع جدا، وهو يرصد الإصابة مبكرا، وهو يرصد الحمولة الفيروسية الموجودة في الجسم، وكذلك يحدد كذلك بعض المواد الأخرى، والخبراء يشجعون على هذا الفحص لرصد الفيروس. والشيء الثاني هو السياق المحلي. بالنسبة للدول فهي لديها فحوص PCR مختلفة، وبعض الدول لديها فحوص غير دقيقة، بعضها نسبة الدقة تصل إلى 80% وبعضها 90%. كما تعرفون الصين صدرت إلى إسبانيا فحوصا كانت فيها نسبة متدنية من الدقة. الفحص الثاني هو قياس مضادات الأجسام، وهذا يعني أنه فحص عملي يهدف إلى قياس الدم، عينة من الدم، ومعرفة ما إذا كان الشخص قد أصيب بالفيروس أم لا. وهناك نوعان من هذه الفيروسات التي
ترصدها فحوص مضادات الأجسام IgG ونوع آخر. وبطبيعة الحال هذا الفحص هو مهم، وذلك لأنه يتيح لنا إعادة فتح الاقتصاد مثلا واستئناف الحياة الطبيعية إذا عرفنا أن الناس هزموا الفيروس وأصيبوا بها وتكونت لهم مضادات الأجسام. والتحدي في هذا الفحص كما قلتم هو أن هناك بعض التشابهات، وبطبيعة الحال إذا كان لشخص بعض الأعراض الخاصة بالزكام والالتهاب الرئوي التي قد تكون شبيهة بفيروس كورونا المستجد، ولذلك ليس هناك تأكد 100%. دكتور يعني هناك نقطتان مهمتان ذكرتهما دكتور. أولا هي مسألة عامل الدقة أو عامل الخطأ، هل وحدها من تحدد استخدامنا أو شيوع واحد من هذه الاختبارات، أم أن كل اختبار له وظيفة يؤديها؟ الدقة هي أحد المكونات، لكن عندما نستخدم هذه الفحوص يجب أن نعرف متى نستخدمها وأين تنتج هذه الفحوص، هل هي في أمريكا أم في الصين؟ لأنه عندما نتحدث عن PCR مثلا فهناك فحوص للPCR نفسها ولديها نسب متفاوتة من الدقة. كذلك الحساسية مهمة جدا في المسوح الضوئية، وعندما تكون هناك حساسية عالية يعني أنه يمكن أن نرصد أشخاصا أكثر مصابين، ولكن إذا كان هناك 30% فقط من الحساسية يعني أن هناك 70% لم يصابوا ولم يصابوا بأي عدوى. ولذلك هناك بعض الأشياء التي تكون على المحك ويمكن أن يصيب هؤلاء آخرين دون أن يعرفوا، لذلك الحساسية مهمة. في نفس الوقت يجب أن نعرف أنه إذا رصدنا شخصا مصابا فإنه يجب أن نرصد المخالطين، ولذلك الفحص الثالث الذي لم أتحدث عنه هو فحص المستضدات، هذا الامتصاص المناعي للأنزيم ذي الصلة، هو مهم جدا يمكن فعله في المنزل، وهذا يعني أنه لن نحتاج إلى ماكينات وبعض الآلات المتطورة. لكن التحدي في الأنتيجين هذا الفحص هو أنه ليس لدينا أشياء موثقة عن فاعليته، عندما يعتمد ربما سيتيح لنا الفرصة لاستخدامه على نطاق أوسع، لأن هذا الفحص الثالث يوفر عينة تجمع، ولكن إذا كانت هناك دقة ستكون هي الفضلى لأنها ستتيح لنا أن نعرف